ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلا يرد جوابي أحبيب ما لك لا ترد جوابنا أنسيت بعدي خلة الأحباب قال الحبيب يعني بلسان الحال وإلا أن له الجواب تحت التراب قال الحبيب وأن لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وترابي أكل التراب محاسني أويلي أويلي أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أصحابي هذا نداء أمير المؤمنين لما أن جلس عند قبر الزهراء يؤبنها نحب علي النحب كادت روحه أن تفارق بدنه قلها زهراء لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي ون يا حبيبي ويا أمير المؤمنين على قبر الزهراء يا مغيبة عن عائلة وسط التراية يا مغيبة عن عائلة وسط التراية قعدي وشوفي راس ابو الحسنين شايل من عقب عينك حلت علي المصايب فارقة وشماتة وعيلتك بالدار يبجون زهراء قلت بس اللي الحسن صيحني حسين وفرت وراي تعتفر فخر النساوين وتقول وديت البتولة يا علي تحب زينب تخلي الكل محزون يلا عاد سمعني وين زينب ابا اشوف يا حسين وين الليل تربينا بحجرها راحت وخلتنا ولا ندري ايش خبرها احنا يا ما تقلبنا ولعبنا على صدرها يا ما تقلبنا ولعبنا على صدرها ويامه على الذرعان شال
حياتنا ونمتو نكب الحسين على قبر أمه نحب الحسين نحب كادت روحه أن تفارق بدنا أخذ يعتفر على قبرها يقلها زهراء إن كان ضلعك أشمته يد العدا فغدا ستهشم في الطفوف ضلوعه يقول له إذا أنت ضلعين يا يما أنا أضلاع أضلاع بتبطل إذا أنت مسمار أنا سهم مثلى يقلها قعدي 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 يا مكسورة الضلعين والله قعدي يا مكسورة الضلعين أنا ديج يا زهرة ونحسين ما جانت العادة عن أولادك تصدين يا قلب ذوبه يا دمعي يا دمعي على انصاحت يا فضل انكسار ولأي الأمور تدفن سرا بضعة المصطفى ويعفى ثراها بنت من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها يا الله اللهم من حفف لا حول قبرها هذا أنزل اللهم في قبرها الضياء والنور والفسحة والسرور والكرامة والحضور والمسك والكافور والولدان والحور انقلها اللهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور واحشرها اللهم مع من كانت تتولاه من الأئمة من النبي والأئمة الطاهرين وارزق اللهم شفاعة الزهراء يوم القيامة واخلف على أهلها وعقبها في الغابرين وعندك نحتسبها يا رب العالمين إلى روحها وأرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان مهدي ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد